السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا شاب من شباب المسلمين يعرف بنفسه. عبد الله محمد بركات. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من أي بلاد؟ من الأردن. يحفظ من السنة، سيقص علينا ماذا تحفظ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ معك الشيخ محمد الحديدي. صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي ومسلم الإمام أحمد ومسلم الإمام أبي شيبة ومسلم الإمام إسحاق بن راهويه ومسلم البزار ومسلم أبي يعلى وصحيح ابن خزيمة وابن حبان ومستدرك الحاكم والمعاجم الثلاثة الطبراني الكبير والأوسط والصغير. تحفظها عن ظهر قلب مع القرآن. بارك الله فيك وأحسن الله إليك وثبتك الله على الحق. تحفظ من المتون؟ ماذا تحفظ من المتون؟ نواقض الإسلام قواعد الأربع والأصول الثلاثة وأدلتها الأربع النووية وتحفظ الأقصاد وحفظ الصلاة وأركانها وواجباتها وكتاب التوحيد والموضوع البيكونية وقصيدة أبي إسحاق البيني والمقدمة الرومية والعقيدة الوسطية والورقات وعنوان الحكم والرحمية والعقيدة الطحاوية والأرجوز السمائية ونظم نواقض الإسلام والقواعد الفقهية واللامية والحاكمية. تحفظ شيئا آخر من المتون؟ التفسير. يا شباب هذا نموذج من شباب المسلمين. قولوا اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك واجعل ابناءنا واطفالنا المسلمين مثل الاخ عبد الله. بارك الله فيك وعانك الله وفقك الله سدد الله خطاك جزاك الله خيرا.